الجيش كتعتبر مباراة صعبة ورحلة طويلة، يعني واجب المولودية الوجبية، يعني من يعني النقاط اللي كتجمع الفريقين هما أنهم حققوا يعني نتيجة إيجابية في الدورة الماضية، ويعني بنفس الحصة يعني انتصروا بجوج بربعة الواحد. فكنذكر بأن المولودية الوجبية فهو انتصر على أولمبيك خريبكا، وأيضا الجيش هناك فهو انتصر على اتحاد طنجة بربعة الواحد. الجيش اللي غادي يجي هذا المباراة معنويات مرتفعة، غيحاول أنه باش يكرس النتيجة هذه، يعني ما بغاش أنه عاود يرجع النقطة ديال الصفر. أنا كنعرفوا كنحقق نتائج إيجابية من بعد جاو جوج ديال الهزائم أمام الدفاع الحسني الجريدي وحسنية أكري، ودخلت شوية ديال الشك من بعد فانتصر أمام اتحاد طنجة، وبالتالي فهو غيحاول أنه باش يرجع بنتيجة إيجابية أمام الفريق الجديد. كنعرفوا بأن المباراة كانت جرات نهار الجمعة أمام اتحاد طنجة، طريفة وعطى اللاعبين ديالو يومين ديال الراحة، يعني السبت والحد والاثنين بداو لي زونطريمون، يعني الاثنين كانت حصة واحدة، ثلاث يعني طريف دار جوج ديال الحصص، الأربع أيضا كانت حصة واحدة، اليوم أيضا غتكون في العشية يعني حصة واحدة، الجمعة أيضا حصة أخرى، والسبت غتكون حصة في الصباح ويعني وفي العشية. غيمشي الفريق الشمالكي في الطائرة الوجدة، يعني باش أنه يعني يتفادى يعني طول الرحلة والإرهاق، يعني كما قلنا غيمشي في الطائرة، أيضا حتى العودة غتكون في الطائرة غتكون يوم الاثنين. فكما قلنا فالجيش غيجري حصة تدريبية في الصباح نهار السبت، في العشية غيسافر للوجدة وغيدخل يعني في مرحلة ديال أسألنا مباراة هي غتجرنا الحد، والسنين غتكون العودة يعني للمركز العسكري باش أن الفريق يعاود يستعد للمباريات المقبلة. بالنسبة للائحة واللاعبين اللي غيشاركوا فجميع العناصر فهي غادي تكون حاضرة، بما فيها يعني اللاعب الرحولي كنذكر بأنه فهو ما كملش المباراة، كان عنده إصابة في فليمولي، يعني في فليمولي ديالو كانت وقع له واحد التشنج عطالي وما قدرش أنه يكمل المباراة وغادرها، وبالتالي فهو خضع يعني للعلاج مكتف وغيكون جاهز، إلى جانب أشرف مرزا اللاعب اللي كان غاب لمدة طويلة فهو أصبح جاهز ومنتظر أنه باش غادي يكون في اللائحة. فالرحولي يعني اللي يعني تلقى يعني جميع الشكر من الطاقم التقني، وأيضا حتى عنده واحد شعبية كبيرة يعني من الجمهور، لأنه لاعب عنده واحد التقنيات يعني كبيرة، وفي وقت ما كيدخل المباريات إلا وكيعطي واحد لو بليس بالنسبة للفريق، ولكن فقط يعني المشكل اللي كيعاني منه هو الإصابات. يعني في الاتصال ديالنا بالطاقم التقني تأكدوا لنا بأن اللاعب فهو على المستوى البدني كان شوية عنده واحد مشكل، وهذا اللي خلى أن طالب أنه دائما كيرفع يعني الإيقاع ديالو، اللي خلى أن في بعض الأحيان فهو كيتصاب، وبالتالي فالطالب فهو كيتبلو الوقت اللي غادي يلقى لا فورم ديالو، فأكيد غادي يقدم مستويات أكبر على أساس أنه يحسن يعني اللياقة البدنية ديالو، أيضا يتفادى يعني الإصابات. كان واحد موضوع يونس اللي كيخص محمد فقي، يعني الطريقة ديال الاحتفال ديالو، يعني كنذكرو مسجل الهدف الرابع من ضربة الجزاء، فوحيد القميص ديالو يعني اللي كيعرفوا بأنه كيحمل رقم 10 ورفعوا يعني الاتجاه الجمهور، وهي الحركة اللي ما تقبلتهاش الإدارة ديال الفريق، وإذا حتى هي الحركة اللي كنتمنوا عليه اللاعبين يعني يحاولوا يتفاداوها. حتى الأندية خاصها كما قلنا في مجموعة ديال البرامج يعني تمارك البيت وتحيد التولني ديالك، خص ضروري كما كنقولوا ضرب بنادم لجيبو غيقطع مع هذه العلاقه ومع هذه الحركه هذه. يا عبد اللطيف بالفعل يونس يعني شفنا كثير في هذه يعني شويه الطونسيون ديال العبث طلعت يعني، ولا كينساو راسهم وكياخذوا انذار مجاني وكيكبتوا يعني الفريق، يعني كيحرموا ربما الفريق ديالهم من مباريات المقبله. كنعرفوا الا جمعتي اربعه ديال الانذار فقط توقف مباراه، وايضا حتى بالنسبه للاعب فكان هذا هو كيبقى انذار مجاني، ويعني وسلوك يعني ماشي يعني ماشي مفيد بالنسبه للاعب، وخاصه ان الفقيه يعني يونس ماشي فقط احتفل، ولكن هو بغى يمرر به واحد الميساج، وهذا الميساج اللي كما ذكروا يعني داخل الكواليس ديال الفريق فهو كان مرر الطاقم التقني، وبالتالي فهذا اللي خلى واحد شويه ديال القلق ينتاب الطالب، ولكن اللاعب فهو قدم يعني الاعتذار ديالو جميع مكونات الفريق في الحصه التدريبيه فامام اللاعبين، فكان طالب صفر يعني الفقيع على هذه الحركه هذه اللي دار، واعتذر يعني اعتذر جميع مكونات الفريق، ولكن
يعني مازال ما تحسنش يعني في العقوبه اللي ربما تكون بالنسبه للفقي، فكيتسناو العوده ديال بوكر الايوبي يعني رئيس المنتدب ديال الفريق من فرنسا باش ان يشوفوا واش اللاعب واش غادي يعاقب ام لا. وعلى ذكر يعني فرنسا وايضا الرئيس المنتدب، فكنعرفوا بان احد المواهب ديال الفريق الشمالي فهو تم يعني البيع ديالو لنادي كون الفرنسي اللي كيمارس القسم الوطني الثاني الفرنسي اللي هو ايوب الجباري، لاعب يعني واحد الامكانيات كبيره، لاعب يعني طول قامه وايضا مستويات يعني كبيره وكيبلغ من العمر 19 سنه، فهو هذا اللاعب هذا فهو تم البيع ديالو لنادي كون. كان يعني الرئيس المنتدب كان سافر مع اللاعب والوكيل ديالو على اساس انه يتم يعني ابرام العقد رسميا مع نادي كون، وايضا كانت يعني واحد الاتفاقيه ديال شراكه مع النادي، يعني شفنا في الصور ديال الموقع الرسمي ديال النادي، فكان هناك يعني مع المدير التقني ديال النادي كانت صوره كتجمعوا مع بوكر الايوبي، بالتالي كانت اتفاقيات الشراكه على اساس يعني تبادل الخبرات وايضا مجموعه من البنود اللي كتهمها الاتفاقيه ديال الشراكه. اذا يعني كما ذكرنا فالجيش كيواصل يعني التدريب ديالهم حصه تدريبيه، والجمعه ايضا وصلت تكون حصه تدريبيه على اساس ان في العشيه الفريق فهو غادي يشد الرحال للوجده عبر طائره خاصه، جميع العناصر فهي حاضره، اكيد غيكون تنقل ديال الجمهور العسكري لوجده لمجموعه من الاعتبارات الاولى ان النتيجه الايجابيه، وشفنا يعني يوسف واحد العوده كبيره وقويه ديال الجمهور ديال الفريق الشمالي في المباراه الاخيره امام اتحاد طنجة، وهنا تيبان يعني العوده والاطمئنان ديال الجماهير مع العمل اللي تقوم به عبد الرحيم طالب، وانا حتى المستوى اللي كيقدمه الفريق الجيش ما يكون يمكن على اساس ان النتائج ايجابيه تستمر، هذا هو المطلب ديال الجماهير ديال الجيش الملكي. اذا هذه اهم الاخبار يوم اللي كتم الاستعداد ديال الجيش الملكي للمواجهه المقبله ديالو امام فريق المولوديه الوجديه.